In today's lesson, في درس النهاردة, we learn about numbers. هنتعلم عن numbers, الأرقام. وكمان الـ bad habits, العادات السيئة في نطق الأرقام. يعني كنت دايماً وانت صغير تقول 6. لا, 6. Don't say 6, but say, ما تقولش 6, قول 6. أوكي؟ بينا نسمع النطق الصحيح للنمبرز, للأرقام. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. أصدقائنا المتعلمين, 11 11 12 12 13 stress teen. في ناس كتير بتتلخبط ما بين 30 و 13. طب ليه؟ أنت مش فاهم المبدأ والقاعدة الرئيسية بتاعت النطق. القاعدة الرئيسية هنا إن الأرقام من أول 13 لحد 19 stressed on teen, يعني بندوس فيها جدا على التين. وقلت لك قصة الاسترس يعني النبرة أو الشدة الكبيرة اللي أنت بتحطها على حاجة معينة, على جزء. الشدة اللي أنت بتحطها على جزء معين في الكلمة هي دي الاسترس. فقولي 13. ها, 13 ثير, طلع لسانك. 13 14 14 فيف, مش 15, لا, 15 15 16, مش 16, مش 6, لا, 16 16 17 7, مش 7 7 17 17. دوس على تين. طب لو ما دوستش تبقى تروح على 70 بقى, 70 30 40 50. اوكي, طيب 18 18 19 19 20 20. زي ما قلت لكم قبل كده, الجماعة الامريكان عايزين يعملوا انجليزي خاص بيهم وحوار لوحديهم, فعاملينها ايه, 20 20. وعلى فكرة معظم الناس بتميل ل 20 ديت, فانت تبقى عارفها بس 20 20 20. طيب 21, اليوم هم يقولوا ايه 21, فاحنا مش هنشغل نفسنا بقى, خلينا نتعلم زي ما احنا شغالين. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. بعد 30 هقول كده برضو 31 32. الغلطة اللي احنا شايع عندنا ان احنا بنيجي هنا ونقول ايه 15, لا يا عم اسمها 15. طب والغلطة التانية ان احنا بنلغبط ما بين الرقمين, ما تلغبطش, اللي فيها تين دي تبع 12. ايه يا مستر ده 12 يا ولا 17 14 او 12 15 16, زي ما تكون لهجتك بقى, تمام. فتقول ايه 13 14 15 and so on. لو مصري يبقى 12, لو شبه الجزيرة يبقى 12 17 14. Now it's your turn. الرقم اللي تشوفه على البورد اقرأه. Yes 12 16. Yes 9 17 14 23. فين راح فين, تعالي تعال. اوكي ارجعي تاني, لسه ما خلصناش. Now write as you listen. الرقم اللي تسمعه اكتبه. 1 12 13 14 15 16
2 16 اتأكد بقى 3 9 4 17 5 23 اوكي ماي دير بتتميز الفيديوهات بتاعتنا بكتر التمرين يلا بينا بقى نكمل التمرين بتاعنا هنعمل دلوقتي ماتشنج توصيل ما بين النمبر والريدنج بتاعته هنعمل 21 اوكي نمبر 2 22 نمبر 3 23 24 انزل 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 يلا روح 24 25 فوق خالص اطلع معايا يلا يلا بينا 26 6 ولا 6 لا 6 انزل معايا تحت خالص 26 ايوه 27 اطلع معانا يلا لفوق 777 ايوه 27 28 ايوه اطلع معانا يلا لفوق 28 رايت 29 ايوه 29 الجميل 30 ادي 30 الجميله اهيت 26 كنا سبناها نرجع لها تاني 26 ذاتس اول شفت الالوان ايه الجمال ده كده الارقام يا صديقي ولا عايز تمرينه تاني عايز تمرينه تاني طب عيوني حاضر انت رايحه فين طب طيب كده مش كده التمرينه دي بتقول لك listen and tick في حاجه دي هتلسن وهتك يعني هتك يعني هتحط علامه على الرقم اللي انت هتسمعه اول رقم كان عندنا 12 متكوكه دي معمول لها التك بتاعتها تاني رقم 16 اوكي تالت رقم 29 اوكي لاين 4 27 اوكي اللاين اللي بعده هو اللي فيه تركيز 13 ايوه مستر عرفتها اهي ارجع يلا ارجع يلا غلط يا بقول لك تين تين ها 13 اللي فيها تين يبقى دي تبع 13 13 13 او 14 15 13 اوكي سالني احدهم انا هستخدم النمبرز دي في ايه طب بص يا احدهم نمبرز هتستخدم في saying the age ازاي تعبر عن الايدج العمر I think he is about 20 اعتقد هو about 20 تعتقد مستر وليد about ايه مستر وليد is about 26 26 او 28 حاجة من الاثنين he is about I think he is 30 اعتقد ان هو 30 طب ايه رأيك في الولد ده تعتقد هو كام طب ايه رأيك في البنوتة دي I think she is a طب وايه رأيك في الولد ده تعتقد هو كام I think she is at the a وده كده I think she is at the a تعتقد دي قدها قد ايه انت قلت كام طب اسمع الحقيقي بقى One. How old is he He's 28 2 Her name's Molly She's 9 3 His name's Nathan. He's 15 tomorrow. This is little Hua. She's 2. 5. This is Claire. She's 29. Nearly 30. 29, nearly 30. شفت ازاي بتتكلم بالنمبرز عن الايدج؟ لما نسأل الأول عن الايدج How old is he? How old is she? How old is he? How old is she? لف في البيت عندك وقول How old is he? How old is she? How old are you? How old is he? How old is she? وبعد كده خلي حد يسألك وقول I think she is 30. I think she is 20. Nearly 35.
she's استخدم الكلام اللي انت بتسمعه يبقى انت كده في البيرفكت. لو ما استخدمتش الموضوع التعلم ده هياخد معاك وقت اطول. كل ما تستخدم كل ما تلاقي نفسك بقيت احسن. بعدين احنا النقطة بنشبعها practice تدريبات. هو سيستم الكتاب كده، انت بتتعلم الـ A level المستوى الاعلى من المستوى الحكومي بتاعك بس واحدة واحدة. It's okay. Let's say goodbye for today. Goodbye.